هعمل دلوقتي السالمون بالريحان. المكونات: ريحان فريش، فلفل ابيض، زبده، ليمون، وتوم. هستعمل شويه صغيرين من الزيت، هحط طاسه تسخن كويس قوي، هقطع الريحان مش كل الكميه، هاخد حبه صغيرين. هقطع الريحان، لو نقدر نقطعه صغير يبقى كويس جدا. وهوري حضراتكم بقى طريقه ظريفه قوي علشان نقدر ندخل كل المكونات جوه الجلد بتاع السلمون بطريقه سهله. حط الزبده هنا تدوب شويه على ما اقطع فصين ثوم صغير، هدوس عليه كده. هاخد الزبده قبل ما تدوب خالص هرجعها هنا، ومعلقه من الملح صغيره طبعا، وابتدي اعمل الايه الثوم معجون بالراحه خالص كده. طبعا ايد الهون ممكن تاثر الخطوه دي على طول. حط هنا، حط معاه فلفل ابيض، هحط زيت نباتي او زيتون، وابتدي اهرس الزبده واحده واحده، احطها هنا تفك. على ما الزبده تفك هاخد سكينه تانيه ولوح تقطيع تاني عشان السمك الني. هاجي في الظهر كده، طبعا دي قطعه سمك سلمون فيليه، هاخد قطعة كده وما وصلش الاخر، وقطعة كده تتشرح زيادة او تبقى مش مظبوطة. هاخد الزبدة، اغسل ايدي الاول، كده بقت اسهل ان هي تتهرس. معلقة صغيرة ليمون، بقلب كويس، بقلب عشان الملح يدوب وعشان الثوم والفلفل الابيض يبقى كله يمتزج مع بعض. هاخد بقى السلمون غطسه كده علشان ايه الثوم والريحان يتحطوا في الفتحات اللي اتعملت. اغسل ايدي تاني، نار حاميه، دي زبده وتوم وملح وفلفل ابيض. هاخد السلمون وابتدي بالناحيه اللي عليها الجلد، قلبها كده. هاخد الريحان، هاخد بس حته زيت كده علشان تلزق على الطبق ما يطيرش من الهواء. درجة السوى راجعة لحضراتكم، أنا دلوقتي هقلب السلمون خلاص، هشوف بس بيتحرك، مادام بيتحرك كده تمام مش ماسك في الطاسة هقلب السلمون. زي ما كنت بقول لحضراتكم ممكن تلاقوا التوم والريحان اتلسعوا سنة أو لونهم مغمق، مفيش قلق خالص زي دي كده، بس ده مقرمش وحلو وخليها موجودة. حط بقى الثلاث قطع